انطلقت صبيحة يوم الخميس 19 نوفمبر بمقر التعاون الفلاحي كوباغ الحملة التحسيسية التواصلية للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19 في سلسلة الحوامض تحت شعار بوقايتنا نحافظوا على حياتنا وخدمتنا ونساهموا في ضمان تزويد أسواقنا. اليوم هذه الحملة سيد كاتب العام كتجي باش ندعموا المنظومة ديال الحماية. اليوم عطينا انطلاق الحملة التحسيسية والتواصلية للوقاية من كوفيد-19 بالنسبة لسلسلة مهمة، سلسلة الحوامض بالجهة ديالنا، ولهاد السلسلة المهمة كتمثل 40,000 هكتار تقريبا 580,000 طن، منها 400,000 طن تصدير، وبالتالي الأهمية الإنتاج والأهمية ديال التلفيف. وبالتالي هذه الحملة اللي غتكون موجهة للعمال والعاملات في الضيعات الفلاحية، في وحدات التأمين، في وسائل النقل، وكذلك في الأسواق. والمهم أنه أولا نحافظوا على الصحة والسلامة ديال العمال والعاملات، نحافظوا كذلك على الإنتاج، ونحافظوا على تزويد السوق الداخلي بالخضر والحوامض، وكذلك نحافظوا على التصدير وعملية التصدير. نعرفوا أنها مهمة بالنسبة للفلاحة ديالنا، واللي مواكبة ديال وزارة الفلاحة إضافة للدليل اللي كنا استصدرناه اليوم كنعطيو انطلاقة ميدانية واللي كتجي باش تقوي العمل ديال اللجان المحلية على صعيد الإقليم. وتشرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على هذه الحملة التي ستستمر لثلاثة أسابيع، والتي ينظمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسا بتنسيق مع اللجنة الإقليمية لليقظة بترودانت، وبتعاون وطيد مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض وجمعية منتجي الحوامض بالمغرب فرع سوس وجمعية ملففي الحوامض بالمغرب، وبشراكة مع كل من ولاية جهة سوس ماسا وعملتي ترودانت وإنسكان أيت ملولة والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسا والمديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسا والتعاونية الفلاحية كوباغ وملك البورة والجمعية الجهوية للمستشارين الخواص لجهة سوس ماسا. هذه الحملة اللي هي كتدخل في إطار سلسلة من الحملات التحسيسية اللي كيديرها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية على المستوى الوطني في الجهة ديال سوس ماسا. من بعد النجاح ديال الحملة التحسيسية في السلسلة ديال الفواكه والخضر، احنا حاليا جينا للسلسلة ديال الحوامض اللي هي سلسلة مهمة على مستوى الجهة، وهي مشغلة لليد العاملة. خصوصية هذه الحملة أنها تأتي في ظرفية صعبة يجتازها المغرب من ناحية انتشار الوباء، ولا بد أن نساهم كقطاع فلاحي لانخراط جميع فعاليات المجتمع المدني للتحسيس ومواكبة التحسيس وتنزيل هذا التحسيس ليخترق المجتمع المدني بشكل عام من هذه الحملة، سواء على مستوى الضيعات الفلاحية أو محطات التلفيف أو الأسواق الأسبوعية أو الأحياء السكنية الآهلة باليد العاملة أو مواقف العمال على مستوى مدن الجهة وخاصة إقليم ترودانت فيما يخص قطاع الحوامض. إذن هي مبادرة كذلك تستجيب مع تطلعات الملكية من خلال الخطاب ثورة الملك والشعب اللي حث فيها المجتمع المدني أن ينخرط للتحسيس ويتكفل بجزء مهم من الحملة إلى جانب الدولة. هنا الفلاحة تظهر انخراطها استجابة لهذا الخطاب من خلال جميع سلاسل إنتاجها، والتي يعتبر الحوامض أحد روافدها الأساسية. وتهدف هذه الحملة إلى توعية وتحسيس العمال والعاملات والتقنيين وأرباب الضيعات الفلاحية بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي توصي بها اللجان المختصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالضيعات الفلاحية ووحدات التلفيف والأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة للخضر والفواكه وأرباب وسائل نقل العاملات والعمال، بالإضافة إلى التجمعات السكنية
السكنية بمناطق الإنتاج وكذلك أماكن تجمعاتهم. لهذا الغرض كاين تعبئه ديال 9 ديال السيارات، 2 لا يتقصوا في التاطير ديال وحدات التلفيف، 6 الذي يتقصوا في الضيعات، وواحدة متنقله التي تمشي للاسواق، تمشي للتجمعات السكنيه والمواقف ديال العمال. هذه الحمله غادي تدوم لثلاث اسابيع، وكاينين ايضا معنا مستشارين فلاحيين خواص الذي دعموا الفريق ديال المستشارين الفلاحيين. يمكننا نحمي نفوسنا ونفوس غيرنا ونبداو بهذا الاستهتار والجديه. وعرفت الحملة التحسيسية التواصلية للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19 عرض عدد من الأشرطة التحسيسية باللغتين العربية والأمازيغية، إلى جانب تكريم عدد من المسؤولين والفاعلين والإعلاميين الذين حرصوا على صون السلامة الصحية للمواطنين منذ ظهور وباء كوفيد 19 في المملكة. هذا التكريم هذا اللي فعلا حسيت بان فعلا اننا كنا كنديروا شي حاجه، وخصوصا ملي نجي للحمله تحسيسيه تواصليه نشوفوا شنو اللي تيدار في هذه المنطقه هذه الفلاحيه، وخصوصا تنعرفوا المخاوف اللي تتكون باش ما تظهرش بؤر صناعيه ولا بؤر فلاحيه كما ظهرت في عدد ديال المناطق. ولكن الحمد لله هنايا كاين واحد منسوب ديال الوعي اللي هو مرتفع عند الناس، عند المؤسسات اللي كتشتغل في المجال الفلاحي هنايا. وبالمناسبة شهد ملك البورة بتارودانت انطلاق أول حصة تحسيسية لفائدة عاملات وعمال محطة التلفيف. اطرح المستشارون الفلاحيون في أجواء احترمت فيها إجراءات السلامة والتدابير الموصى بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد. الحملة بحال هذه الحمد لله كتعطي واحد النفس جديد وكتعطي واحد القوة ماشي غير المشرفين على الضيعة ولكن للعمال الحمد لله، لأنه الكل كيشوف بأنه الكل متجند للوقاية من هذا الوباء، لأنه الدرس اللي يمكن ناخده وهو الوقاية الوقاية الوقاية، التباعد وسائل الوقاية هي أحسن ما يكون، ونطلب الله إن شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. يذكر بأن هذه الحملة التحسيسية التي تشمل مناطق إنتاج الحوامض تأتي استكمالا لسلسلة من الحملات السابقة التي شملت مختلف سلاسل الإنتاج بجهة سوسمسة وباقي جهات المملكة. غنمشي للدار نحاول ما أمكن أنني ندير دوك الإجراءات الاحترازية اللي درت الصباح.